تعالى بقى نروح لحديث الساعة زي ما بيتقال. أيوة أيوة. وماتش امبارح طبعا تاني هرجع اقول تحت عنوان ماتش فعلا عظيم جدا. اتكلم عن ليفربول، اتكلم عن صلاح، ويعني فعلا فعلا والحق يقال، ومش بشهادتنا احنا، بشهادة العالم، امبارح كان في ماتش اتقدم بشكل ولا اروع حقيقي. لكن العبرة برضو يا كريم بالنهايات، للأسف الشديد هي دي كرة القدم. كرة القدم ربما ليست عادلة، ربما انت مش الفريق اللي لاعب الافضل، ربما مش انت الفريق اللي ادى الاداء الامثل، ربما مش انت الفريق اللي قدرت ان انت يعني تبذل ما اقصى او اقصى جهد عندك، لكن ممكن تكون انت اللي فزت في الاخر. ده شفناه امبارح، ده حرفيا او ليترلي زي ما بيتقال، ده شفناه امبارح. ليفربول امبارح كان الافضل، ليفربول امبارح كان الافضل، محمد صلاح امبارح كان الافضل، بس هل ده ادى في النهايه الى الدرجه او النتيجه اللي احنا عايزينها؟ للاسف لا. عشان كده هنرجع نقول تاني كره القدم ليست عادله. الريال تاني لعب على الهجمه المرتده، احرز هدف طبعا زي ما حضراتكم شايفين او عارفين في الشوط الاول، وتم بعد كده الغائه، وبعد كده احرز هدف تاني في الشوط الثاني. والحق يقال برضو يعني حارس المرمى كورتوا، يعني الواحد يقول ايه، ما هو لازم يتقال الحق بصراحه، حاجه مش عاديه. يعني انا من وجهه نظري امبارح كان ليفربول بيلعب كورتوا لوحده، ما كانش طبعاً. يعني كورتوا حارس مرمى اكثر من رائع، يعني لا 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 مش معقول. بس طبعا بصعيد احنا بنحاول ان احنا ما نخشش في تفاصيل كلها دلوقتي في الفقره طبعا مع كابتن فتحي هنتكلم، بس اصعيد من الكلام ده برضو كان في بعض الاحداث اللي ما كانتش ربما الافضل، وهي اللي حصل من الجماهير طبعاً. يعني انا كنت فاكره يا كريم ان احنا عندنا بس في يعني عندنا في الدول بتاعتنا او غيره يقول لك ايه الناس تروح من غير تذاكر، طلع ان دي عاده في العالم كله، يعني مش حد احسن من حد على فكره. امبارح كان في مشاكل كتيره جدا وحصل تاخير للمباراه بسبب الجماهير طبعاً. بعض الاشخاص راحوا من غير تذاكر، كانوا عايزين يدخلوا بالعافيه، ومفيش بقى هناك الكلام ده خالص. لا ما لا وما لا لما لم يسرهم يعني الشرطه الفرنسيه حاجه يعني تعمل بمنتهى الحزم الشرطه الفرنسيه مع هذا الامر الحقيقه، ومن اول دقيقه يعني لان احنا بنتكلم في الاخر على حدث عالمي، فبطبيعه الحال لازم يتعاملوا معاه بهذا القدر من الحزم عشان يعني ما يسيبوش شويه جماهير او شويه اشخاص يقرصنوا على الجماهير، كانوا عايزين يعني يسرقوا التذاكر من الجماهير ويدخلوا المباراه، ولكن طبعا الكل كان يعني ملتزم بتعليمات الشرطه وتمت السيطره على هذا الامر اللي نتج عنه ان بدايه المباراه اتاجلت لحوالي 25 دقيقه او نص ساعه يعني. لكن الحقيقه امبارح كلنا يعني كتير قوي 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 مننا الحقيقه امبارح نمنا متعكنين عشان عكننه محمد صلاح، لان محمد صلاح في الفتره الاخيره في كميه ابس اند داونز كتيره جدا مر بيها الحقيقه، واحنا بنتكلم على حد مقاتل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طبعا كانت لقطه لطيفه جدا لما امبارح اتفرجنا على الجماهير اللي كانت حاضره هذا اللقاء، وبالمناسبه اللي منهم كانوا من جنسيات مختلفه، الكل كان بيتغنى بمحمد صلاح اللي هيفضل طبعا فخر لمصر ولا العرب والشرق الاوسط، اما كانش فخر للعالم كله، لان فعلا احنا بنتكلم على لاعب استثنائي قلما يجود الزمان بمثله. امبارح مع نهايه اللقاء لما نسمع تصريحات كارلو انشيلوتي وتصريحات البعض كمان من لعيبه الريال مدريد، يعني لما تسمعوا الكلام ده من الخصم، لا دي شهاده واشاده ليها ثقل ان محمد صلاح ده بمعناه يعني يستحق انه فعلا يكون في صفوف الريال مدريد، وانه واحد من اعظم لاعبي العالم، ودي حقيقه ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال. النقطة كمان كريم لو احنا قبل ما نقفل هذا الملف، يعني انت زي ما قلت في ناس كتير جدا شكرت في محمد صلاح، في ناس كتير جدا يعني كانت بتنتقد، وده كان غريب قوي بقى. يعني هنا بقى تعالى بقى نقف معلش لحظة، لما انت تيجي تتكلم دلوقتي وتبتدي تقلل وتقول يا عم صلاح وحاجات زي كده كتبت امبارح، ويعني فين الثأر وفين اللي انت هتحققه وفين وفين، تحس ان الناس دي تصعب عليك، يعني ما تزعلش منها والله عز ولا تعلق، الناس دي تصعب عليك، لان الناس دي انا من وجهه نظري بتكون اشخاص يا كريم انهزاميه اصلا في حياتها. فقصه ان انا اقعد شخص مش محقق حاجه في حياتي وبعدين اروح ادور على النماذج الناجحه في المجتمع وابتدي اشمت لو اي حد او نموذج ناجح، ربما مش هقول فشل، هو ما فشلش على فكره، محمد صلاح عمره ما فشل في حياته الرياضيه لحد دلوقتي، هو يمكن لم يحقق هدف معين عشان ما حققش هذا الهدف، هو بالنسبه لهذا الشخص الانهزامي الحديث بتاعه اللي هو ايه، بص بص ما هو زينا اهو، هو ما بينجحش، بص بص مش عارف، يبتدي التعليقات اللي ملهاش معنى. تاني هرجع اقول الناس دي بتصعب علينا، يعني لا اكثر لا اقل، انت المفروض في اي وقت بتكون شايف المشهد سليم، عادي يا جماعه ده بيحصل، بس امبارح محمد صلاح لعب ازاي، كان مستواه ازاي،
هو ده اللي انت علق لي عليه. واحده من اجمل ماتشات عمره على الاطلاق اللي لعبها امبارح. وبالمناسبه الناس اللي انت بتتكلمي عليها دي، بصي يعني هوند الفكر ده موجود عند البعض من الناس، تحديدا من الناس زي ما انت بتقولي اللي ما حققوش اي حاجه، بيبقى اسهل لهم بكتير ان هم يحاولوا يهدوا الناجح اللي قدامهم عن ما هم يبقوا زيهم. عشان يبقى زيهم، او هو عمره ما هيبقى زيهم، بس محاوله ان هو يبقى زيهم. على كل حال